هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد اسطوري عن لعبه ببجي موبايل. اليوم يا شباب جبت لكم شرح اسطوري. قبل ما نبلش هذا الفيديو بتمنى منكم تحطون لايك، تشتركوا بالقناه، تزبطون الوضع، لانه مش ضايل شيء. بوصل 90,000 مشترك، ضايل تقريبا 500، فزبطون الوضع ودعمكم يا غوالي، واكتبوا تحت 10 تعليقات عشان الفيديو يطلع ترند. اليوم يا شباب جايب لكم شرح لفعاليات الرومانسيه اللي نزلت تبعت الفالنتاين. لو جينا هون على الفعاليات، في عندكم هذا الحدث وراح نشرحه بشكل كامل، ولكن قبل ما نشرحه راح نشرح الأحداث الفرعية اللي هون. هو عبارة عن حدث واحد راح نشرحه كامل، ونشرح كيف تحصل على البطاقات الحمر، ونشرح المهمات، ونشرح شو بتقدر تسترد داخل هذا الحدث. بداية عندكم هون التسجيل الدخول. أحسن إشي صارت تعمل اللعبة إنه صارت تجمعهم بملف واحد، مش صارت تجلطك تلاقي إشي هون والاسترداد هون، لا. عندكم تسجيل الدخول، سجل دخول لمدة 5 أيام، أكتر إشي 5 أيام، وبتحصل على هدول البطاقات الحمر بالإضافة لبطاقات الخصم. أنتوا اللي بحب يفتح باكيجات بيلزموا بطاقات الخصم تاعين الباندا، أما إحنا بناخد البطاقات الحمر. عندكم 20-30-40 بطاقة، 40 كرت أحمر من هدول، رسالة حب 40 وحدة بتحصلوهم من حدث تسجيل الدخول. نيجي على تكوين الفريق. أكمل المهام المحددة في الوضع الكلاسيكي لجمع المكافآت. بتيجي هون معلم، بتلعب مثلا 10 جيوم مع الأصدقاء، لما تلعب 10 بتحصل على هدول الرسائل مثل ما شايفين، كمية كبيرة. وهون عندكم 15، وفي عندكم هذا الباكيج اللي بيطلع لكم شعبية انتو حظكم يعني، وبتشوفوا شو بيطلع لكم. يعني 15 جيم بتكونوا مخلصين هذا الحدث في الوضع الكلاسيكي. الشبكات الاجتماعية، اركب دراجة ذات مقعدين مع رفيقك. هاي رفيقك طبعا، ترى حبيب والله. هون برضو أكمل مباراة، أكمل مباراتين، اكتسب 100 تعاون، وبتحصلوا على هدول الرسومات جرافيتي، وبتحصلوا على هدول الرسائل الحب. لما تيجي على الاسترداد يا شباب، هون المهم، هون أهم إشي بالاسترداد. في بتقدروا أنتوا تستردوا بتقدروا تستردوا يا شباب 10 قصائم كلاسيك، يعني صندوق مثل ما شايفين من هون، بتقدروا تستردوا 10. سعر الوحدة 60، انتو بتجيبوهم بسهولة فبتستردوهم. بتقدروا تستردوا 35 قسيمة امداد، بتقدروا تستردوا 25 عملة جي 10، يعني 25 مرة. بتقدروا تستردوا 50 مرة عملة بي بي 100، كل مرة 100 حبة. فمثل ما شايفين بتقدروا تستردوا برضو قصائم خصم. انا هلأ صراحة راح اجمع حق الاطار واستردوا باليومين اللي ضايلين، لانه هون تجميع الرسائل هدول بيكونوا بسهولة، فبتستردوا كل الهدايا الموجودة هون. هذا كان بالنسبة لشرح هذا الحدث هيك خفيف، وتحصل منه عشوية شعبية. اما الحدث الدسم، بتيجي هون على رحلة رومانسية يوم الحب، وبتيجي على انطلق. طبعا هذا الحدث غالبا راح يكون نسبته اكبر للناس اللي بتشحن شدات، في بقلبه لباس، وفي بقلبه براشوت، وفي بقلبه قصائم، بس غالبا راح يكون للناس اللي بتشحن شدات. مش بقول لك انه راح يكون اللي بيشحنوا الشدات راح يكون في لكم فرص فيه، تخافوش. نيجي هون يا شباب، بداية عندكم هون مهمات يومية عند السهم اللي على اليمين. لو تيجي هون سجل دخول للعبة بتاخد وردة، اصمت 25 دقيقة بالجيم بتاخد وردتين، واكمل مباراة واحدة مع الاصدقاء بتاخد هاي البطاقة. هدول 3 مهمات بشكل يومي بتجددوا. طبعا انتو هون بشكل يومي بتاخد 3 وردات لما تخلص المهمات، وبتاخد هاي الفتحة. هاي البطاقة شي هي يا مراد؟ هاي البطاقة بتيجي هون بتفتحوا اي صندوق بدكم اياه. هلا انتو عشان تيجوا تفتحوا الباكيج بقول لكم هل تود انفاق 20 شدة، الباكيج سعره 20 شدة. هاي البطاقة بتوفر عليك 20 شدة، فبتعطيك كل يوم فتحة مجانية. بتيجي هون مثلا لما تاخد البطاقة تكبس فتحها اي لون بدك اياه، بتفتح الباكيج. طب هدول الباكيجات شو في بيجي بيطلع بقلبهم يا مراد؟ جوائز مثل ما شايفين، هدول الجوائز اللي تحت. ممكن تطلع لك هاي الشنطة، هاي مستوى 2 وهي مستوى 1، وممكن تطلع لك كمان هاي الطاقية مثل ما شايفين. هلا بتطلع هاي الطاقية، ممكن تطلع لك بقلب الباكيجات، ممكن يطلع لك البراشوت، السكار، فأي اشي من هدول الجوائز اللي تحت ممكن يطلعوا لك بهدول الباكيجات. فانتو بتفتحوا يوميا بشكل مجاني مرة واحدة، وبتشوفوا حظكم كيف. انا صار معاي حاليا 10 وردات مثل ما شايفين. انتو هون لما تيجوا تجمعوا ورود مثل ما شايفين هون، لما تضربوا بالباكيجات وتخلصوا توصلوا اخر اشي بتاخدوا 25 وردة، بتاخدوا 18 وردة، تاخدوا قصائم مثل ما شايفين كلاسيك. خلينا نجمعهم معكم. هون جمعنا عمل جي، خلينا نجمع هون قسيمة كلاسيك، وخلينا نجمع هون 5 قصائم امداد. هدول بس تحصلوا على ورد. انا معي 10 وردات، فوصلت عند ليفل
العشر وردات اللي هو تاع خمس قصائم امداد، بس اوصل 18 باخد وردة، بس اوصل 25 باخد كمان وردة. هذا بالنسبة للسهم اللي هون، وبالنسبة للمهام اليومية، وبالنسبة شو بطلع لك. طب واحد بيجي بيقول احنا جمعنا ورد، مثلا اجينا جمعنا ورد، ايش بطلع لي بقدر اجيب فيهم الورد؟ بتيجي على متجر الفعالية، وفي عندكم هون يا شباب لبستين للفالنتاين، بالإضافة في إضافة لصناديق إمداد وكلاسيك، بالإضافة لبرشوت وسكين سكار وشنطة وعمال جي عمال الفضية. مثل ما شايفين هدول هن لبستين اللي هن تاعون الفالنتاين، هاي للبنت نوعا ما، وهاي اللبسة للذكر. مثل ما شايفين طبعا أنا حسيت إنه هاي اللبسة أحلى من هذيك اللبسة، صدقون هاي حسيتها أحلى تبعت الشاب. في عندكم الشنطة والخوذة، فأنتوا لما تجمعوا ورد تيجي هون وتستردوا. أنا صدقون إذا جمعت 50 باخد البرشوت، إذا ما جمعتش 50 بشتري باكيجات كلاس هيك أحسن لي. فأنتوا بتشوفوا يا شباب عاد ما بتجمعوا ورد بتيجوا بتحولوا هون الجوائز اللي معكم. فهذا الحدث يا شباب كان شرحه بسيط، غالبا هون وعيته بتعتمد أكتر على الناس اللي بتشحن. إن شاء الله رب الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم هذا الفيديو تنسوش توصلوا 100 لايك، وتنزلوا تحت بالكومنتات تعلقوا. بحبكم جميعا، بحب أحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.